حصاد الجنوب، أهلا بكم. تفقد علي الكثير رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الأحد ديوان رئاسة جامعة العاصمة عدن برفقة رئيس الهيئة الشبابية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس نزار هيثم. الكثير اطلع خلال الزيارة من الدكتور الخضر ناصر لاصور رئيس الجامعة على سير العمل الأكاديمي وسبل الارتقاء بجودته، إضافة لقضايا الأراضي المخصصة لمشاريع المنشآت والمباني التعليمية بالجامعة. قام فريق هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة فضل الجعدي أمين عام المجلس اليوم بزيارة تفقدية لمحكمة استئناف سقطرى، واطلع الفريق الرئاسي على سير عمل المحكمة والصعوبات والتحديات التي تواجه أعمالها. التقى سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت ومشائخ قبائل بلعبيد. اللقاء ناقش سير التحضيرات لعقد اللقاء التشاوري الموسع لأبناء بلعبيد، بالإضافة إلى جملة من القضايا السياسية والاجتماعية ومعاناة أبناء حضرموت والجنوب وبحث سبل التصدي للمؤامرات الهادفة لشق وحدة الصف الجنوبية. رياضيا، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة التلال ونظيره الشعلة ضمن منافسات بطولة دوري شباب أندية العاصمة عدن. التلال رفع بهذه النتيجة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما رفع الشعلة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث خلف شمسان الوصيف. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.